هاي الشركة العريقة الحمد لله، هي اسم وعنوان قبل لا تكون شركات الخطوط الجوية بالمنطقة العراقية كانت موجودة. فهذه الملاحظات بصراحة لازم تتجاوزها، لأنه أصبحت فد مادة يعني حتى تأثر على سمعة الوزارة، على سمعة الحكومة، على سمعة البلد. يعني مواطن مسافر داخل الطائرة وتبريد ماكو يلف فيه، نعم، وجبة اللي تجي مواصفات يعني قياسا للخطوط الأخرى، نعم. الموعد اللي هو أصلا موعد مثل الاحترام طبعا أكيد، بالذات المسافر. نعم، المسافر طائرة الساعة 11 و الساعة 11. هو هذه الملاحظات مهمة جدا، بس شقد أنت تجتهد كشركة إجراءات إصلاحات هيكلية، لكن الصورة هذه بنشوف المواطن هذه الملاحظات شقد ما أنت مشتغل داخل الشركة، هذه الملاحظة تنسف جهودك كلها. صحيح. فاللي أرجوه تؤمر تعيد النظر بها كلها. سديد نعرف تؤمر هاي المشكلة المستعصية في مطارات العراق، تأخر الحقائق. أعطينا فد شيء يقنعنا قصير. حسب الإجراءات الأمنية أنه صارت المفروض مثل المغادرة المسافر يجي يسلم جنطته إلى أبو الكامل. لا من يرجع، من يرجع مواطن من اجل احنا نحكي لغايه البارحه كم مواطن فيديو نشر قال تفضل صار لي كذا وقت. هي قضيه ازمه صار لها سنين. نعم، دائما احنا مشكله الجنه بالذات بالخطوط بس بالعراق بالمطارات الشركات، لا فهي جزء من التقصير من السياقات الخاطئه اللي موجوده في عمل الشركه. هذه ما تخليها ضمن اهتماماتك وتبحث شنو المعقلات. هذه مساله الكيناين يفترض ما تتجاوز دقيقتين ثلاثه، مو نص ساعه المواطن قاعد ينتظر والله حتى لم تطلع الجنطه مالته. وهذا المشهد ينسب شكو جهد عندك. الاداره الناجحه اللي تقوم باجراءاتها الامنيه الاداريه بافضل الطرق اللي ما تاثر على المواطن، ترى بسهوله انت تقدر تقول والله انا انزلها وافتش وكذا، بس شوف هذا الاجراء ايش قد ياثر على المواطن وعلى نوع الخدمه اللي تقدمها له. هذا ممكن يصير. واكو لا والله اكو مدير يجتهد يحقق الغرض بالتفتيش ويؤمن انه مخدرات او غيره كذا، وبنفس الوقت تكون العمليه بسهوله وانسيابيه وما يؤثر على المواطن. نعم، هذه الحرفيه في الاداره وهذه مسؤوليه.